خلاص شهر 5 بيخلص، كلنا مستنيين القبض هينزل امتى. وزارة المالية اعلنت عن المصالح اللي هينزل لها المرتبات، واعلنت كمان عن موعدها. لو عاوز تعرف امتى هتقبض مرتبك يبقى لازم تتابعنا. لو اول مرة تشوفونا يبقى ياريت تشتركوا في القناة وتعملوا سبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب، وفولو على صفحتنا على الفيسبوك عشان يوصلكم كل جديد من اخبارنا اول باول. تبدأ وزارة المالية الاسبوع اللي جاي صرف مرتبات شهر مايو اللي احنا فيه دلوقتي العاملين بالجهاز الاداري للدولة عن شهر مايو، بحيث انه بيتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة ليها عشان توصل مواعيد الصرف لخمس ايام بحسب بيان سابق من وزارة المالية. وقالت الوزارة انها هتبدأ اتاحة مستحقات العاملين بكل الوزارات والهيئات في مكانات الصرف الآلي، وفقا طبعا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية اعتبارا من يوم الأحد 23 مايو 2021. بحسب بيان سابق قال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية ان تم وضع مواعيد صرف محدد لمرتبات شهر مايو 2021 لكل وزارة او هيئة والجهات التابعة ليها، ومراعاة طبعا عدد العاملين بيها والمديريات التابعة ليها بالمحافظات. وقال بسيوني كمان انه بتقرر بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم الأحد المقبل 23 مايو، واللي بتشمل اللي انا هقول لكم عليهم دلوقتي: وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والتموين والنقل والاتصالات والقوى العاملة والانتاج الحربي والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وقطاع الاعمال العام وشؤون مجلس النواب والداخلية والاوقاف والثقافة والاثار والاسكان والتجارة والصناعة والطيران المدني والبيئة والسياحة والبترول. وكمان بتشمل الجهات اللي هتصرف مرتبات العاملين بيها يوم الحد اللي جاي: مديريات الشؤون الصحية والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية والطرق والنقل والقوى العاملة والاسكان والمرافق بالمحافظات. وبتشمل الجهات دي كمان المجلس الاعلى تنظيم الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب. كمان أكد بسيوني إن هيتم بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في 20 وزارة وهيئة يوم الاثنين المقبل 24 مايو، واللي بتشمل وزارات التعليم العالي والتنمية المحلية والعدل والكهرباء والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة لدواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات. ومن بين الجهات دي كمان القضاء والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والمحكمة الدستورية العليا ودار الإفتاء المصرية واللجنة العليا للانتخابات ومعهد الخدمات المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. كمان هتبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في 13 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء الأسبوع المقبل 25 مايو، اللي بتتضمن اللي هقولكم برضو عليهم دلوقتي: وزارات التربية والتعليم والزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والخارجية والشباب والرياضة والمالية، بجانب مديريات التربية والتعليم والزراعة والطب البيطري والشباب والرياضة بالمحافظات. وبتتضمن الجهات دي كمان الأزهر الشريف ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وباقي الجهات الإدارية اللي ما تمش صرف رواتب العاملين بيها في اليومين اللي فاتوا على اليوم ده. كمان أتاحت وزارة المالية يوم 26 و 27 مايو للجهات الحكومية اللي ما تمكنتش من بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بيها في الأيام الثلاثة الأساسية لصرف المرتبات. وشددت الوزارة بالجهات الإدارية اختار العاملين بيها بموعد بداية الصرف بشكل هيسهم في تخفيف التزاحم على مكانات الصرف الآلي بقدر الإمكان، على إنه يتسق مع الجهود اللي بتبذلها الدولة للحد من التجمعات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. حذر بسيوني العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على مكانات الصرف الآلي، خاصة إن المرتبات هتكون متاحة في أي وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، وعشان كده ما يفضلش التزاحم على المكان ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. كده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا، ياريت تقولوا لنا رأيكم في فقرة النهاردة، تفاعلوا معانا وقولوا لنا عن أي استفسارات أو أي أسئلة عاوزين تقولها لنا، اكتبوها لنا في الكومنتات. أشوفكم على خير في فقرة جديدة بإذن الله.